الحمد لله هاد الرغاد الصحراويه في بزاف ديال النساء بزاف ديال الاعمار. كاين امهات اللي عندهم 6 ديال الدراري، كاين اللي عندهم واحد، كاين اللي ما عمرهم ولدوا، كاين مازال صغار، مي كلشي تيضرب، كلشي تيحاول انه يوصل لواحد النتيجه. انا نقول على المراه المغربيه متقد انها دير كلشي، خاص عندنا القوه وعندنا الشجاعه باش نديروا بزاف ديال الحوايج. دونك المراه غير توكل على الله، انا كاباب نديرو بزاف ديال انا كاباب نديرو المستحيل. باش تجربي تحدي جديد شي حاجه زوينه، يعني باش تخلي ذكريات زوينه كيخصك تجربي مغامرات جداد، هما صعاب ولكن منين كتسالي عاد كتحسي اوف. يعني كان عليا نخطي داك الشيء وكان يعني كان زوين. نقدروا نكونوا على الاقل من 6 الاوائل، يعني باش نربحوا شويه صعيب، كاينين الناس فايتين. كيخصني نتحدى راسي اصلا، نتحدى راسي وني حتى انا قادره ندوز هذا الشيء، ولو يكون صعيب خاصني حتى انا ندوزه، ما كاينش شي واحد احسن من الثاني، يعني كاملين قادين نخطوا كل شيء. تعديت كامل دوزنا، صعب كامل، كان المطاف صعيب، واخا قدرنا نصبروا هذا، واخا عرفتي محاولات كفشلوا بحال داك النهار جرينا في الليل تجلينا ومبقيناش عاقلين دايرين الضوء، واخا كان كيبان لنا والو ولينا متابعين الخطوات، عرفتي بانوا العقارب، عرفتي بزاف ديال الحاجه طرالينا في هاد الايامات الاخرين. هاد المره حنا كنقولوا دوزنا 3 ايام ودوزنا اكثر من هاد الشيء، هاد النهار نقدروا نصبروا نزيدوا ندوزوا حتى من هاد الشيء ونديروا نجاح كبير ان شاء الله.